لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، لازلنا في الباب الأول من أبواب كتاب الصيام في مقدمات الصيام، ووصلنا للمسألة السادسة. وقلنا نحن نتكلم عن ثلاث مسائل مرتبة على بعض. المسألة الأولى هي بما يثبت دخول الشهر، وقلنا الشهر يثبت بحاجة من اثنين: برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا ثبت دخول الشهر في مكان، هل يثبت في جميع الأماكن تبعا أم لا؟ وقلنا الصحيح أنه هو لا، أن رؤية كل أن لكل أهل بلد رؤيتهم. تمام؟ وعليكم السلام. والمسألة الثالثة هي مسألة من خالف مذهبه، مذهب أهل بلده، ماذا يفعل؟ يا لو إنسان عايش في بلد وهو ليه مذهب معين، والبلد يعني يرى أن الشهر دخل، وفي البلد يرون أن الشهر لم يدخل، أو العكس، ماذا يفعل؟ فهذه المسألة هي مسألة شبيهة بمسألة قديمة منصوص عليها في كتب الفقه، وهي مسألة من رأى الهلال وحده ماذا يفعل. يعني لو فرضنا أن واحد شاف بعينيه الهلال وراح يشهد عند القاضي، القاضي قال له بس يلا رد شهادته. يعني في النهاية هو شايف هلال رمضان بعينيه، يصوم ولا ما يصومش؟ يعني القاضي قال لا، بكرة مش رمضان، بكرة 30 شعبان. هو شايف هلال رمضان بعينيه، هو يعمل ايه بقى؟ يصوم ويعمل برؤيته، ولا يفطر ويعمل كما الناس؟ وكذلك في هلال شوال، هو رأى الهلال بعينيه وراح للقاضي، والقاضي لم يأخذ بشهادته، وقال بكرة 30 رمضان، وهو شايف هلال العيد، يفطر على سن العيد ولا يصوم؟ يعمل برؤيته ولا يعمل كما الناس؟ فالمسألة دي هنخرج عليها مسألة من خالف علمه، علم أهل بلد. ما هو خالف مذهبه، مذهب أهل بلد، اللي هو إيه؟ أنا علمي خالف عمل أهل البلد، أعمل بعلمي ولا أعمل كما الناس؟ تمام؟ فالمسألة دي فيها خلاف بين الناس، خلاف بين العلماء يعني. الشافعية يقولون يصوم وحده ويفطر وحده سرا، والجمهور يقولون يصوم وحده ويفطر مع الناس. ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. يبقى تاني ثلاث أقوال. الشافعية بيقولوا يصوم وحده ويفطر وحده سرا، يعني إيه؟ يعني اعمل برؤيتك أنت، وده الصحيح. ليه؟ لأن الناس قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يبقى تعمل بإيه؟ بالرؤية. أنا خفي في أصدقي من الرؤية، خلاص أنت شفت الهلال صوم، حتى لو الناس فطرين. طيب وجيت في هلال شوال شفت الهلال افطر، حتى لو الناس صايمين، بس تعمل كده إيه؟ سرا. تمام؟ الجمهور بيقولوا صوم لوحدك وافطر مع الناس. يعني لو شفت الهلال بتاع اول الشهر لوحدك صوم حتى لو الناس فاطرين، انما شفت هلال شوال لا ما تفطرش. قالوا كده احتياطا للصوم. تمام؟ قالوا يعني انت احتياطا للصوم ما تفطرش، افطر مع الناس زي ما الناس هيفطروا. تمام؟ حتى لو انت شفت هلال شوال. والصحيح ان المساله دي ما فيهاش احتياط، بس انت تقول احتياطا للصوم عشان ما تضيعش واجب. طب ما انت لما تصوم انت عملت حرام، ما هو صوم يوم العيد ايه؟ محرم. تمام؟ فعشان كده بنقول ان قول الشافعية اقرب من قول الجمهور، اصح من قول الجمهور. الجمهور بيقول انك انت تصوم لوحدك وتفطر مع الناس، الشافعية يقول لا، صوم لوحدك وافطر لوحدك، اصل نهاية الشهر دي ما فيهاش احتياط. ما تقولش الاحتياط انك تصوم، لا، ما انت لو صمت وهو العيد عملت حرام، ولو فطرت وهو رمضان عملت حرام، ما فيهاش احتياط دي. تمام؟ فانت اعمل بما رأيته. في رواية عن احمد بقى اخذ بها شيخ الاسلام انك سيب رؤيتك دي ملهاش اي لازمه. يعني انا شفت الهلال والقاضي قال لا شعبان، يبقى هو شعبان. شفت الهلال بتاع شوال والقاضي قال لا مش العيد ده رمضان، يبقى هو رمضان مش العيد. قال لي بقى، قال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، يبقى انت تصوم زي ما الناس بيصوموا وتفطر زي ما الناس بيفطروا. الجمهور قالوا خصوصا في مساله الصوم اللي هو في اول الشهر، اللي هو توافق فيه الائمه الاربعه، قالوا الصوم يوم يصوم الناس، يعني تصوم يوم الناس يصوموا. طيب مفهومه انك لما الناس ما يصوموش ما تصومش، ده مفهوم. ومنطوق صومه لرؤيته منطوق،
ولما يحصل تعارض ما بين المنطوق والمفهوم مين اللي يقدم؟ المنطوق يقدم على المفهوم. تمام؟ يعني الصوم يوم يصوم الناس، طب لو الناس مش صايمين ما صومش، ده مفهوم مخالفة. انما منطوق صوم لرؤيته ده اقوى. فانت لما تشوف الهلال يعمل ايه؟ صوم. كذلك الفطر يوم يفطر الناس، طب مفهوم مخالفة، ان لو الناس ما فطروش ما افطرش. طب لا، ما الناس قالوا افطروا لرؤيته، وده منطوق، فاصرح واقوى من الايه؟ من المفهوم. بعدين حديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، المقصود منه رفع الخطأ والحرج عن الأمة، إن لو الناس صاموا يظنون أن هذا رمضان فهو شرعا بينهم وبين الله رمضان، أفطروا يظنونه العيد وهو ليس العيد فده شرعا بينهم وبين ربنا وده العيد. تمام؟ فالحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس معناه إن العبرة ليست بالحقائق الكونية الفلكية، الشمس مش عارف اقتران مع القمر والأرض ولا لأ، العبرة مش بالحقائق الكونية، العبرة بما يغلب على ظن المكلف بالوسائل الشرعية اللي هي الرؤية. تمام؟ انما مش معناه انك انت لما تشوف بعينيك القمر ما تصومش، لا، ده هو صومه لرؤيته وافطره لايه؟ لرؤيته. واضح؟ فالاصح من الثلاث مذاهب قول الشافعيه اللي هو برضو ايه؟ انك تصوم وحدك وتفطر وحدك لكن سرا. تمام؟ لان كان بيحصل احيانا زي يعني بعض التيارات الاسلاميه كان ياخدوا بقول الجمهور في اتفاق المطالع ان لو رؤية الهلال في بلد يلزم جميع البلاد الايه؟ الصوم. وعندهم بقى مش لو رؤية في بلد، هم عندهم السعودية بس. تمام؟ فالسعودية اعلنت بكرة العيد يعملوا يوم ما، يجوا مطلعين ومطلعين الحصر وعاملين مصلى عيد ويصلوا ويفطروا ويوزعوا، طبعا تحصل مشاكل بينهم وبين الداخلية ويحصل مصادمات، وكل ده بسبب ايه؟ يعني عدم فقه هذه المسألة، ان انت ما ينفعش ان انت يعني ايه تحدث فتنة مجتمعية حتى الفقهاء نصوا عليها. يعني الجمهور قالوا في الفطر لا ما تفطرش، افطر مع الناس. والشافعيه قالوا تفطر، قالوا تفطر لوحدك بس ايه؟ سرا، عشان ما يحصلش صدام مع الناس وما يحصلش فتنه ما بين المسلمين. ناس شايفين النهارده العيد، ناس شايفين النهارده مش العيد، وفي نفس المكان عايشين مع بعض. تمام؟ طيب طيب، يعني تطبيق المسائل دي، اللي بيقول اصلا بقول الشافعيه في المساله الثانيه اللي هي مساله اختلاف اتفاق المطالع، اللي بيقول بقول الشافعي ان كل اهل بلد رؤيتهم خلاص، هو عنده البلد بتاعته شافت الهلال هيصوم، ما شافتش الهلال مش هيصوم، فهو ماشي مع ايه؟ مع البلد. انما يحتاجها اكتر المساله الثالثه دي، اللي هو من خالف مذهبه مذهب اهل بلده، اللي بياخد بقول الجمهور في المساله الثانيه اللي هو بيقول باتفاق المطالع، والقضاء في بلده ما بياخدش باتفاق المطالع. فبلد ثانيه صامت وهو عنده في البلد بتاعته ايه؟ مش صايمين، هيعمل ايه هو كده؟ على الراجح يصوم وحده ويفطر وحده، ده لو هو بياخد بقول الجمهور اصلا. تمام؟ لكن لو هو من الاول بياخد بقول الشافعيه في المسالتين فخلاص مش هيحتاج المساله دي اصلا الا لو سافر. يعني لو واحد بياخد بقول الشافعيه وقلنا ده الصحيح، قول الشافعيه والصحيح في المسالتين، هو يعني اصلا بيقول ان لكل اهل بلد رؤيتهم فيعمل برؤيه اهل بلده، فبالتالي مذهبه مش هيخالف مذهب اهل بلده. تمام؟ الا لو سافر بقى، يعني هو مثلا صام في بلده وبعدين اثناء رمضان سافر راح بلد تانية، ففي البلد التانية دي كانوا صايمين مثلا قبل البلد بتاعته بيوم، فهيتحروا الهلال قبل ما هو صام بيوم، فافرض شافوا الهلال كمان قبلها يعني في اليوم الاولاني، يبقى هو مجموع الايام اللي صامها كام؟ 28، يفطر معاهم ويقضي يوم. يعني لو ادى الاختلاف ده في السفر ان هو يصوم 28 يوم، هيفطر لو راوا الهلال في البلد اللي هو راحها، هيفطر لو شافوا الهلال في البلد اللي هو راحها عند بعد 29 يوم في البلد دي اللي هو عند 28 يوم بالنسبه له هو، وبعدين يقضي يوم، عشان لان اقل حاجه في شهر يكون كام؟ 29. طب لو كان نتيجه السفر انه يصوم زياده بقى، يعني هو صام في بلده بدري بعدين راح بلد شافت الهلال بعدهم بيوم، وفي البلد دي جم يتحروا الهلال بعد يوم 29 ليله 30 ما شافوش الهلال، فيكملوا 30 هناك اللي هو بالنسبه له مكمل كام؟ 31 يوم، هيكمل معاهم على قول الشافعيه اللي هو لكل اهل بلد ايه؟ رؤيتهم، هيكمل معاهم مع البلد اللي راح فيها ويصوم 31 يوم. يبقى حاصل اختلاف السفر ده، اما ان يصوم 29 او 30 فما فيش مشكله، 31 برده ما فيش مشكله، 28 يبقى عليه ايه؟ قضاء يوم. طيب لو هو بقى سافر بلد تانية، واحد سافر من بلد لبلد وهو بياخد بقول الجمهور اللي هو اتفاق المطالع، هيعمل ايه؟ هو كده كده اصلا صام مع اول بلد اعلنت الرؤية، وهيفطر مع اول بلد تعلن الرؤية،
تمام، فمش وارد في حقه ان هو يصوم 28 ولا 31، المساله دي مش وارده معاه اصلا يعني. تمام. طيب وفي ما عدم اتفاق المطعم؟ لا، ما احنا في خلاف. طب جيتش امبارح؟ طيب، بما اننا اتكلمنا عن مساله بدايه ونهايه الشهر، فنتكلم بالمره عن بدايه ونهايه اليوم. ما احنا قلنا احنا الصوم له بدايه ونهايه، وقلنا في تعريف الصيام ان هو التعبد لله بالامساك عن الاكل والشرب والجميع وسائر المفطرات من الى من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. دي البدايه والنهايه اليوميه. وفي البدايه والنهايه الشهريه بقى، اللي هو بدايه الشهر ونهايه الشهر اللي كنا بنتكلم عليها في المساله السادسه دي. فبالمره بما اننا اتكلمنا عن بدايه ونهايه الشهر، فنتكلم عن بدايه ونهايه الايه؟ اليوم. بدايه اليوم هو الفجر الصادق، ونهايه اليوم هو غروب الشمس. ايه الفجر الصادق؟ عارفين ان الارض بتلف حوالين نفسها او الشمس بتلف حول الارض، مش هتفرق يعني، هو في النهايه يعني الكورتين دول يعني في لف ده، يا اما الشمس بتدور حول الارض يا اما الارض بتدور حول نفسها، في النهايه بينتج عنهم الايه؟ اليوم والليله. تمام. يعني احنا مش بنتكلم في المساله دي دلوقتي يعني، بس المهم في النهايه يعني اليوم والليله ناتج عن لفه حسب اعيننا يعني اللي احنا بنشوفه، ان الشمس اللي بتلف، احنا بنشوف كده ان الشمس بتشرق وبتغرب، سواء بقى كان الشمس بتلف فعلا ولا الارض اللي بتلف حوالين نفسها. تمام. لكن في النهايه اللي احنا بنشوفه ان الشمس بتلف. فخلينا نصطلح كده على ان ايه، على ان الشمس بتلف حتى في اعيننا، عشان هنحسب حسابات معينه مبنيه على كده، وهي مش هتفرق خالص يعني. فالشمس وهي في النصف الاخر من الكره الارضيه، او لو الكره الارضيه بتلف النصف الاخر مش اللي احنا عايشين عليه هو المواجه للشمس، يبقى احنا بالنسبه لنا بالليل، ولما نصف الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليه يبقى مواجه للشمس يبقى احنا في النهار. تمام. والكره الارضيه هي كره، بس كره كبيره قوي، فانت لما بتبقى عايش على سطح الكره الارضيه ما بتبقاش شايف قدامك كوره كده، انت بتبقى شايف الدنيا ايه ماشيه الى مد البصر، وبعدين بقى مع مد البصر كده من الارض بيحصل خط التقاء الارض بالايه؟ بالسماء، اللي هو بنسميه خط الافق. انت قدام عينيك كده الارض ارض ارض ارض، وفوقها ايه؟ السماء. ما بين الارض والسماء الخط ده اسمه خط الايه؟ الافق. فطول ما الشمس، لو فرضنا يعني انت عايش هنا اهو باصص كده، تمام، فالخط ده اسمه خط الايه؟ خط الافق. تحته لو الشمس تحته انت هنا ليل، ولو الشمس فوقه يبقى انت هنا ايه؟ نهار. ولو فرضنا الشمس بتلف كده، هنفرض يعني الشمس بتلف كده، فالشمس لما تيجي عند النقطه دي اسمها لحظه ايه؟ شروق الشمس. الشمس طلعت لحظه الشروق. وهي الشمس تحت خط الافق، بيبقى انت ايه؟ فوق هنا، لو انت عايش على سطح الارض هنا يبقى انت بالليل. طيب الشمس لما تقرب 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 تقرب، بيبدا لما تقرب لدرجه معينه ضوءها يبان وهي نفسها ما بانتش، ده اسمه الفجر. بعدين تقرب اكتر لغايه ما هي نفسها تبان، ده اسمه الايه؟ الشروق. تمام. عامل زي يكون لو احنا كده قاعدين في اوضه اهو، وفي واحد بره خالص في الشارع عمال بيتكلم، احنا لا شايفينه ولا سامعين صوته، لما يقرب ويقرب 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 لغايه ما يقرب من الباب بدانا نسمع صوته مش شايفينه، بعدين ظهر لنا من الباب شفناه. او الشمس بتبقى تحت خط الافق، احنا بالليل ظلام دامس، لما تقرب من خط الافق بدرجه معينه بيبدا نورها ينعكس على الغلاف الجوي، يخبط في الغلاف الجوي ينعكس علينا، فبدانا شايفين نورها ومش شايفين ايه، ده اسمه ايه؟ الفجر، اللي هو مأخوذ من انفجار ضوء الشمس في السماء، اللي هو بدا ضوء الشمس نور الشمس ينور وهي نفسها لسه ما ظهرتش، وبعدين لما نستنى تبدا الشمس نفسها ايه؟ تظهر. تمام. طيب النور اللي بيبان في الافق ده، يعني لو انت باصص على المكان اللي الشمس هتطلع فيه، بيبدا يظهر نور وبعد كده يظهر ايه؟ الشمس نفسها. النور اللي بيظهر ده بيبقى فيه الاول حاجه اسمها فجر كاذب، وبعدين حاجه اسمها الفجر الصادق. الفجر الكاذب او اسمه الفجر المستطيل، ده بيبقى عباره عن ايه؟ نقطه شروق الشمس بيبقى طالع، يعني فرضنا ان ده خط الافق اهو، ودي النقطه اللي الشمس هتطلع عليها، بيبقى طالع خط بيبقى طالع ضوء كده بالطول لفوق زي المثلث كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال كانه ذنب السرحان، زي ديل الثعلب طالع مثلث كده لفوق كده، بيطلع الاول ضوء كده شويه وبعدين يبدا ايه؟ يختفي، بدل ما طالع بالطول يبدا ينتشر بالعرض كده، ياخد خط الافق كله نور كده بالعرض كده وكده،
ده اسمه الفجر المستعرض او المستطير، يعني المنتشر او الصادق. فالفجر اللي بيبدأ بيه اليوم هو الفجر الايه؟ الصادق مش الكاذب. يبقى عندنا الاول فجر كاذب وبعدين فجر صادق. الفجر الكاذب اسمه الفجر المستطيل لانه بيطلع بالطول لفوق، وده بنكون لسه شرعا في حكم الليل، يعني اللي هيصوم تاني يوم حقه ياكل ويشرب عادي، اللي بيقيم الليل يقيم الليل عادي، احنا لسه بالليل، واللي هيصلي الفجر ما ينفعش يصلي الفجر. طيب بعد شويه يبدا الفجر المستطيل ده، لا ينتشر بالعرض على خط الافق كله ويبقى اسمه المستطير يعني المنتشر او المستعرض او الفجر الصادق، وده اللي بيبدا مع اليوم الجديد اللي هو خلاص بقى مفيش قيام ليل، احنا دخلنا في اليوم الجديد والصيام بدا، وقت صلاه الفجر بدا. واضح؟ طيب زاوية انخفاض الشمس تحت خط الافق اللي بيبدأ معاها الفجر دي كام؟ الزاوية دي يعني اهي، لو قلنا دي رسمة الارض، الارض اهي، واحنا نفرض ان احنا عايشين هنا على سطح الارض. طبعا لان الارض كبيرة فقدام عينينا لو بصينا كده هيبقى بالنسبة لنا خط الافق ده كأنه ارض ممتدة كده الى ما لا نهاية، تمام؟ وعلى مرمى البصر كده تحتنا ارض وفوقنا ايه؟ سماء، هو ده خط الافق. الشمس وهي هنا فوق في النهار، الشمس وهي فوق هنا بيبقى بالنسبة لنا هنا ايه؟ نهار. الشمس وهي تحت بالنسبة لنا هنا ليل. الشمس بتقعد تقرب 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 لغاية ما توصل الى نقطة الافق، ساعتها اسمها لحظة ايه؟ شروق الشمس. لما بتقرب شوية من خط الافق بيبدأ ايه؟ القرب ده بيبدأ نور الشمس يبان وهي مش باينة، يعني بيحصل نقدر نقول كده انعكاس لأشعة الشمس على الغلاف الجوي، شايفين كده؟ شايفين وهي هنا كده في نقطه قرب معينه بيبدا الاشعه بتاعتها تنعكس على الغلاف الجوي، احنا نشوفها، بدانا نشوف النور ومش شايفينها هي. الانخفاض ده بيمثل زاويه ما بينه وما بين خط الافق، يعني ما بين الـ 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 ما بين نقط خط الشمس وخط الافق في زاويه انخفاض. الزاويه دي اللي هي اهي مقدار قد ايه؟ اول زاويه بيبدا شاف عندها الفجر الصادق كام؟ دي بقى مسألة مشكلة جدا. ليه؟ لأن معظم الدول العربية بتحسب الفجر الصادق في زاوية مبكرة جدا، يعني مصر حسب زاوية الفجر على زاوية 19.5، يعني وهي الشمس منخفضة تحت خط الأفق بزاوية 19.5، المغرب على زاوية 19، السعودية على زاوية 18.5، معظم الدول العربية على زاوية 18. وفي الحقيقة زاوية 18 دي بيكون استحالة الفجر يطلع، يعني هو استحالة الفجر يطلع قبل زاوية 18 بحال. المراصد الفلكية العالمية زي مرصد جرينتش الملكي ومرصد البحرية الأمريكية في واشنطن، مرصد جرينتش الملكي في لندن، مرصد البحرية الأمريكية في واشنطن، بيقولوا ان الفجر استحالة يرى قبل زاوية 18، لان ما فيش فجر اصلا قبل زاوية كام؟ 18. معنا احنا عندنا هنا في مصر مثلا محسوب على كام؟ 19.5، تمام؟ طيب مين اللي حطها على زاوية 19.5 دي؟ المسؤول عن تحديد المواقيت الصلوات في مصر هو هيئة المساحة المصرية، أو الهيئة العامة للمساحة المصرية. هيئة المساحة المصرية أنشئت أصلا في أيام الاحتلال، اللي هي مصلحة عموم المساحة المصرية سنة 1898، وبعدين تحولت بعد كده إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة سنة 1972. واللي حط زاوية الفجر المعمول بها الآن في سنة 1908 اثنين مهندسين انجليز ايام الاحتلال نصارى كفار، كانوا بيعملوا بحث خاص لنفسهم، رصدوا الفجر مرة كده في اسوان في فصل الشتاء، يعني رصدة في بلد واحدة في فصل واحد في السنة، وما يعرفوش لا فجر كاذب ولا صادق ولا اي حاجة من الحاجات دي، وراحوا حاطين درجة احتياطي من عندهم، يعني شافوا الفجر عن 18.5 وراحوا حاطين درجة احتياطي عشان الايه؟ عشان الصيام، فخلوها ايه؟ احتياطا للمسلمين، يعني عشان المسلمين صيامهم يصح يعني، فخلوها زاوية كام؟ 19.5. ومن ساعتها وهي معتمدة ايه؟ على زاوية 19.5 ومعمول بها. هيئة المساحة المصرية نفسها دلوقتي بتقول الكلام ده غلط، يعني كان مرفوع قضية على وزارة الأوقاف، والكلام ده يعني كان سنة 2015-2016، كان مرفوع قضية على وزارة الأوقاف، ووزارة الأوقاف الإدارة المركزية للشؤون الهندسية في وزارة الأوقاف بعتت لهيئة المساحة تستفسر،
فهيئة المساحة ردت عليهم برد رسمي ان لا، ان الزاوية دي 19.5 غلط، وان الزاوية الصحيحة زاوية 14.7، يعني بيكون الشمس قريبة جدا من الايه، من خط الافق 14.7، مش البعيد قوي ده اللي هو 19.5 دي. طبعا وزارة الاوقاف طرمخت على الموضوع ده، والموضوع ايه اتقفل عليه، وهم مصرين ان لا هو الزاوية دي بتاعتنا دي الصح، وما فيش اي غلط فيها، وما فيش اي مشكلة خالص يعني. تمام، لدرجة ان الرئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور حاتم عودة كان ليه حوار مع جريدة اليوم السابع سنة 2015. في الحوار ده كان بينصح المصريين ان هم يأخروا صلاة الفجر من 10 الى 20 دقيقة عشان تصح صلاتهم، لان من شروط صحة الصلاة ايه؟ العلم بدخول الوقت. تمام، طبعا المسألة دي هتفرق معنا في الصلاة وتفرق معنا في الصوم. تمام، هو يعني الظاهر ان الزاوية الاقرب اللي نقول ان الفجر بيطلع فيها هي زاوية 16.5، زاوية 16.5 الزاوية اللي نبقى مطمئنين الفجر يكون ايه طلع فيها، واستحالة يرى قبل زاوية 18. طب هي تفرق في ايه دلوقتي الزاوية دي؟ حط عندك زاوية 19.5 دي نقطة الصفر، يعني دي نقطة اللي الفجر بيأذن على النتائج فيها في بلادنا، اللي هو بحسب تقويم هيئة المساحة المصرية. يعني لو في القاهرة ومكتوب في النتيجة الفجر بيأذن مثلا الساعة 4:02، يبقى هو ده نقطة الصفر، هي دي الزاوية بتاعت اللي محددين عليها في مصر اللي هي 19.5. طيب زاوية 19.5 دي هي نقطة الصفر، زاوية 18 دي الزاوية اللي هي استحالة يكون الفجر اتشاف قبلها، ودي بتفرق تقريبا عن الزاوية بتاع مصر هو 19.5، تفرق تقريبا حوالي 6-7 دقايق، 8 دقايق بكتير. اصل خلي بالك الدرجة بتعمل كام دقيقة في الزمن؟ 4 دقايق. خلي بالك شايف الشمس تحت خط الافق هي لفه كامله عباره عن كام؟ 360 درجه. ال 360 درجه في ال 24 ساعه، فلو قسمت ال 360 درجه على ال 24 ساعه اللي هي كل ساعه فيها 60 دقيقه، هيطلع لك في النهايه ان كل درجه بتعمل 4 دقائق تقريبا. طبعا دي بتختلف حسب انت عايش فين في الارض، خط العرض اللي انت عايش فيه، لان الارض مش كده، الارض مايله شويه. تمام، فحسب خط العرض اللي انت عايش فيه بتختلف شوية، وحسب فصل من السنة اللي احنا فيه، صيف شتاء ربيع خريف، بس في المتوسط زي ما قلنا الدرجة بتعمل كام؟ 4 دقايق. فانت معاك بعد وقت النتيجة دلوقتي في مصر من 6 الى 8 دقائق بيكون استحالة الفجر طلع، والغاية 16.5، من 19.5 و16.5 اللي تقريبا بتبقى 12 دقيقة او بزيادة او تبقى 15 دقيقة، لغاية الوقت ده بيبقى غالبا الفجر ما طلعش، الفجر غالبا بيطلع على كام؟ 16.5. طيب ده هيفرق معانا ايه في الصلاة ويفرق معانا ايه في الصوم؟ هيفرق معانا في الصوم ان انت معاك تاكل وتشرب بعد وقت الاذان في المكان اللي انت فيه بست دقايق، سبع دقايق، تمن دقايق، يعني تمن دقايق لما نوسعها. تمام، وما ينفعش تصلي الفجر قبل 12 13 14 15 دقيقة على الاحتياط، 15 دقيقة على الاحتياط على ما تصلي صلاة الايه؟ الفجر. تمام؟ هو بتفاوت طبعا حسب فصول السنة، من الصيف للشتاء بتفاوت، بس هو ده المتوسط يعني في السنة كلها. طيب طيب يبقى بنقول هتفرق معاك ايه في الصلاة وتفرق معاك ايه في الصيام؟ خلينا نمسك الصلاة الأول، لأن المشكلة في الصلاة الناس اللي أول ما الفجر يأذن يروحوا مصليين، دول صلوا قبل دخول وقت الفجر في الحقيقة، والصلاة قبل دخول الوقت بتكون صلاة ايه؟ باطلة. يعني كل الناس اللي بتصلي بدري دي صلاتهم باطلة؟ هنقول لا، الجاهل معذور بجهله، يعني الواحد ما عرفش المسألة دي اصلا، ويصدق ما تقوله مثلا وزارة الاوقاف الان ان هو ده الوقت الصحيح، فبناء على تصديقه لهم صلى الفجر في الوقت ده، هنقول انه معذور بالجهل. لكن هو لو عالم ان الوقت لم يدخل بعد ما ينفعش ان هو يستمر على الصلاة في الوقت ده. تمام، طب فرضنا واحد، طبعا المساله دي هتفرق اكتر مع ايه؟ الستات اللي في البيوت اللي هم اول ما الفجر بيأذن بيروحوا مصلين على طول، انما الرجاله بيروحوا المسجد، والمساجد معظمها بتاخر. تمام، تاخر الاقامه لغايه بعد ربع ساعه. طب افرض واحد عايش في بلد وفي مساجد بتاخر ومساجد بتقدم، يلزمه يروح مسجد يكون بيأخر الاقامه بعد ربع ساعه على الاقل من الاذان في المكان اللي هو فيه، بحيث يبقى متاكد ان الوقت الفجر الصادق ايه دخل. طيب لو كل البلد اللي هو فيها بيصلوا قبل الوقت، يعني كل البلد بيصلوا بعد الاذان بخمس دقائق ولا 10 دقائق، يعمل ايه؟ يصلي معاهم وبعد كده يرجع يصلي مره اخرى يعيد الصلاه في الوقت. ودي فتوى الشيخ الالباني رحمه الله في شرائط ابي اسحاق، مسائل ابي اسحاق الحويني مع العلامه الالباني،
شرايط اللي سجلها الشيخ ابو اسحاق في السياره مع الشيخ الالباني على ما اذكر هيكون في الشريط ال11 او ال12. كان بيسال الشيخ ابو اسحاق الشيخ الالباني على مساله الفجر, بيقول له يعني اخواننا في الاسكندريه بيؤذنوا بعد الاذان مش عارف بربع ساعه, فالشيخ ابو اسحاق فالشيخ الالباني قال له اذا كانوا يفعلون هذا فجزاهم الله خيرا. وقعد يحكي له بقى مشكلته هو مع الفجر, ان هو بيرصد الفجر فعلا وبيلاقيه بعد الاذان في الاردن بمده, وان هو بيروح يصلي في مسجد بعيد عشان بياخر الاقامه نص ساعه. فالشيخ ابو اسحاق كان بيشتكي بيقول احنا في بلدنا بقى اللي هو في كفر الشيخ مفيش مساجد بتاخر الاقامه, كله بيقيم بدري. الشيخ الالباني افتاه بذلك ان هو ايه, ان هو قياس عكس على حديث امراء السوء الذين يؤخرون الصلاه عن وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه, صلي الصلاه لوقتها ثم صلي معهم. يعني لو في امراء سوء بيأخروا الصلاه عن وقتها, صلي الصلاه لوقتها حافظت على الوقت وصلي معاهم عشان تبقى حافظت على جماعه المسلمين. فقياس العكس ان لو كان الامراء السوء يقدمون الصلاه عن وقتها تمام نعمل ايه, نصلي معهم حفاظا على جماعه المسلمين ونصلي الصلاه لوقتها حفاظا عليه على الوقت. واضح؟ فيبقى بنقول ان ايه, ان لازم نصلي صلاه الفجر بعد التاكد, بعد العلم بدخول وقت الفجر الصادق اللي هو بعد ربع ساعه على الاقل. بالنسبه للصيام والله انت عايز تمسك من اذان البلد ماشي مفيش مشكله, بس افرض واحد كل وشرب 6 دقايق بعد الاذان 7 دقايق بعد الاذان, هل نقدر نقول صيامه باطل؟ لا ما نقدرش نقول صيامه باطل, لان هو استحاله الفجر يكون طلع في الوقت ده اللي هو زاويه 18 دي تمام. فعشان كده بنقول لو واحد مثلا في بيته كل وشرب في الوقت ده عادي مفيش مشكله. هيقول لي طب ما الاحتياط ان هو يمسك, والله انت عايز تمسك امسك, بس عباده الصيام مش مبناها على الاحتياط. يعني الامساك اللي عند الفجر ده مش مبناه على الاحتياط, مبناه على التبين. ربنا قال وكلوا واشربوا حتى تشكوا في طلوع الفجر, ولا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر؟ يبقى حتى يتبين, يبقى قعدت تاكل وتشرب لغايه ما ايه, يتبين لك ان الفجر دخل. فالعباده دي مش مبناها على الاحتياط. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. كملت الحديث, وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. لو كان عباده الصيام مبناها في الامساك على الاحتياط كان النبي صلى الله عليه وسلم خلى بلال اللي هو المبصر هو اللي اذن اذان الفجر الصادق الاذان الثاني, وكان خلى عبد الله بن ام مكتوم هو اللي اذن ايه, اذان الفجر الاول. النبي صلى الله عليه وسلم خلى بلال يؤذن الاول وابن ام مكتوم هو اللي يؤذن الاذان الايه الثاني اللي هو وقت الفجر. وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. فدل ذلك على ان العباده دي اللي هو الامساك مش مبنيه على الاحتياط, مبنيه على ايه, التبين تمام. فعشان كده لو حد كل وشرب الست سبع ثمان دقائق دول ما نقدرش نقول صيامه باطل, وما نقدرش نقول انه اثم, عادي مفيش مشكله خالص عليه. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان عمي في اخر حياته فلا يستطيع رؤيه الفجر, فكان يسال جلساءه من معه عن الفجر فيقول احدهم انه قد اصبح والاخر يقول انه لم يصبح, فيقول هو الشك والله, ثم يدعو بانائه فيشرب. يعني يسال الناس اللي معاه الفجر طلع ولا لا, فواحد يقول الفجر طلع والتاني يقول الفجر ما طلعش, اختلفتم يبقى انتوا شاكين, طب هات نشرب بقى. يبقى مبنى الامر مش على الاحتياط, مبنى الامر على ايه, على التبين تمام. طيب وزي ما قلنا الفجر الصيام مش مشكله, يعني افرض انت يا عم اخدت بالنتيجه في الصيام كده كده صومك صحيح, يعني لو امسكت بدري ده مش هيضر صيامك في حاجه, صوم كده كده صحيح. المشكله كلها في الايه, في الصلاه, صلاه الفجر هي المفروض ايه تتاخر الى ربع ساعة على الأقل من الأذان في المكان الذي أنت فيه. طبعا في مسألة بنقول إن لو واحد فرضنا مثلا هو هياكل أو يشرب بعد الأذان ما ينفعش إن هو يحدث بذلك فتنة بين الناس, ما ينفعش إن هو مثلا يجي قدام الناس في الشارع وياكل ويشرب أو في المسجد وبعد الأذان ويشرب مية, ده بيحدث فتنة عند الناس تمام, لأن عامة الناس لا يعلمون هذه المسألة. فانت كده بتهز عندهم الركن الرابع من اركان الاسلام اللي هو ركن الصيام. الناس عندهم الامساك من الفجر وفعلا امساك من الفجر, بس هو المشكله ان الفجر لسه ما طلعش. يعني الاذان بتاعنا ده بعد ما بيأذن بنكون لسه ما زلنا في الليل بتاع امس, يعني اللي بيقيم ليل يكمل قيام ليل, اللي لسه ما صلاش الوتر يصلي الوتر, احنا لسه في امبارح تمام, اللي بيتسحر عادي يكمل سحوره بس مش قدام الناس عشان ما يعملش فتنه تمام. يعني هياكل او يشرب يبقى ايه, بينه وبين نفسه.
تمام؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فبرضو في نقطة، أنت لما تيجي تحب الناس يأخروا الصلاة في المكان اللي أنت فيه، راعي موازين المصالح والمفاسد الدعوية. يعني ما يجيش واحد مثلا هو مش ممكن في المكان اللي فيه، في البلد بتاعته او في القريه بتاعته او في المسجد بتاعه، ويقول للناس على فكره صلاتكم دي غلط، والفجر كده ما بيأذنش صح، وانت صلاتكم باطله. انت على طول التفكير تلقاه عند الناس، احنا انت بتقول احنا بنعبد ربنا غلط، انت بتكفرنا، انت يعني على طول ايه، ويقارنوا ما بينه وما بين مثلا المعلومات اللي هم ورثوها عن ابائهم واجدادهم، هيقولوا ان هو غلط على طول، ومش هيوصل للي هو عايزه، ومش هيأخروا الصلاه، وهيعنده معاه. انما فرضنا بقى واحد يعني ممكن في المكان اللي هو فيه ومطاع والناس تسمع كلامه، ممكن ياخد الناس بالتدريج. يعني يعمل ايه؟ الاول يبدا يحاول يخليهم ياخروا الاقامه بدون ما يصدمهم بحته ايه، ان لا اصل الفجر غلط والوقت غلط والكلام ده، لان يعني اتهام الناس بالخطا في عبادتهم هم وابائهم واجدادهم ده بيكون ثقيل على النفوس. فيعمل ايه؟ يبدا يحاول ياخر الاقامه كده، يعني يكلم المؤذن ان هو ايه ياخر الاقامه شويه عشان يلحق يصلي السنه، ويجي مثلا يصلي مثلا في الصف الاول ويطول في السنه شويه، بحيث الناس ايه ما يقيموش الصلاه في الوقت ده. حبه بحبه الناس اتعودت ان هم الاقامه تبقى بعد ربع ساعه، ساعتها بقى لما يبدا يكلمهم في المساله هيتقبلوا الكلام، لان هم فعلا مؤخرين. تمام؟ انما انت هم اللي بيقيموا بعد خمس دقائق، فانت بتقول لهم لا اخروا عشان الصلاه كده غلط، لا ده الصلاه كده بقى صح ومش هنأخر، هيعنادوا فيه. تمام؟ فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد الدعوية في هذه المسألة. طيب بنقول ليه ان زاوية الفجر المعمول بها الان في بلادنا اللي هي 19 ونص دي غلط؟ يعني بنقول ان لم يحدث ان يعني عبر عدة ابحاث ورسائل وكتب، ان من راصدين معاصرين وفلكيين معاصرين وعلماء شرعيين معاصرين كلهم رصدوا وقت الفجر الصادق، لقوا ان الفجر فعلا بيطلع في زاويه متاخره عن الزاويه دي 19 ونص، زي ما قلنا اللي هو بيطلع عند تقريبا 16 ونص او يمكن قبلها بشويه بعدها بشويه، لكن مش زاويه 19 ونص دي ولا 18 ولا الزاويه دي خالص. ومن اوائل من طرق هذه المساله بقوه باحث كويتي اسمه عبد الملك كوليب. الباحث ده كان يعمل في قسم المناخ في مطار الكويت الدولي، وجاء الى مصر ورصد الفجر في مصر عدة مرات، وخلص الى ان الفجر بيظهر، الفجر الصادق بالعلامات الشرعية بتاعته اللي هو خلاص هنستبعد الكاذب وهناخد بالصادق، بيظهر عند زاوية كام؟ 16 ونص. واعد بحثا بذلك وحسب على زاوية 16 ونص، وعمل مواقيت الصلاة في فصول العام كلها في اشهر العام كلها بناء على زاوية 16 ونص. والبحث ده نشر في مجلة الازهر ايام الشيخ جاد الحق رحمه الله، لما كان الشيخ جاد الحق هو شيخ الازهر. والبحث ده اقره عده من علماء مصر، منهم الشيخ محمد اسماعيل مقدم ومشايخ الاسكندريه، شيخ الدعوه السلفيه بالاسكندريه، وياخذ بهذا الكلام ايضا شيخ ابو اسحاق الحويني وشيخ مصطفى العدوي، وله رسالة اسمها يوقيت الفلافي مواقيت الصلاة يقول بهذا القول أيضا. وشيخ أحمد أبو العينين ليه برضو رسالة في مسألة الفجر الصادق، وإن الفجر المعمول به في مصر متقدم جدا عن الفجر الصادق، وكثير من المشايخ في مصر، وقبلهم كبار أهل العلم في العالم كله، منهم الشيخ الألباني رحمه الله نص على هذه المسألة في كتاب السلسلة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، والشيخ ابن عثيمين أيضا في شرح رياض الصالحين، والشيخ تقي الدين الهلالي علامة المغرب له رسالة في بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب، برضو بيأكد الموضوع ده، وأنه لف كثير من الدول العربية والإسلامية والأهل معظمها بيؤذنوا للفجر قبل الميقات بتاع الفجر. ايضا شيخ عدنان العرعور له رساله في هذه المساله، وشيخ محمد صالح المنجد، ويعني كتير من العلماء بل عامه المشايخ والعلماء والدعاه المعاصرين على هذا القول، ان الفجر بيؤذن له في معظم الدول العربيه قبل وقته. وطبعا في عده تقاويم في العالم مش معتمد على الزوايا اللي هي الطويله دي. هو اصلا زوايا الطويله دي جت منين عشان نبقى فاهمين برضو؟ يعني الفلكيين زمان، يعني كان في علم الفلك وكان في كتب فلكيه او كتب يعني بيألفها فلكيين مسلمين
بيقولوا فيها مثلا رصاد، بيحسبوا فيها مثلا يعني علاقة الشمس بالأرض والزوايا دي، وإن الظهر بيكون إمتى، ولحظة المسامتة والشروق والغروب وزاوية التمكين والشفق والفجر، الحاجات دي كلها الفلكيين كانوا بيتكلموا عليها من زمان. بس علم الفلك قديما ما كانش بالدقة بتاعته المعاصرة، يعني كان ممكن يرد خطأ في درجة في درجتين، تمام؟ دي نقطة. ونقطة تانية ان هو ما كانش مستعمل في الارض. يعني ايه؟ يعني هم كانوا بيقولوا احنا شايفين ان الشروق او ان الشروق الفجر الصادق، طبعا ان الشفق او الفجر هيكون عند زاوية كذا، الشفق اللي هو بعد غروب الشمس، او الشروق او الفجر اللي هو قبل ايه؟ قبل شروق الشمس، هيكون عند زاوية كذا. هل يا ترى المسلمين على الارض كانوا بيعملوا باللي في كتب الفلك؟ لا، المسلمين على الارض كانوا بيعملوا ايه؟ بيرصدوا الفجر بعيونهم، لا يؤذن حتى يقال له ايه؟ اصبحت اصبحت. فكان في كل البلاد بيعملوا ايه؟ يشوفوا، كان بينتدبوا رجلا ينظر الفجر طلع يروحوا ايه؟ مأذنين. فما كانش لهم علاقه بالكتب دي خالص. بل علماء المسلمين نصوا على الانكار على هذه الكتب، يعني القرافي في الفروق بيقول الكلام ده، بيقول ان الفلكيين درجوا على انهم يحسبوا زاويه بحسابات كده من دماغهم. بيقولوا الفجر ده بيتشاف بعينينا، هو بيقول كده نصا، بيقول الفجر ده بيتشاف بالعين، والزاويه اللي هم بيحسبوا عليها دي بيبقى الفجر لسه ما اتشافش. تمام؟ فهو الفلكيين زمان كانوا بيحسبوها فعلا في زاويه كام؟ 18 19 زاويه كده، اللي هو الفلكيين القدامى. فلما بقى جت يعني الدوله العثمانيه والدول الخلافه، دوله الخلافه العثمانيه والدول اللي تحتها، بداوا بقى الساعات تنتشر وبداوا يعملوا مواقيت، فراحوا واخدين كلام الفلكيين القدامى وعاملينه ايه؟ زي ما هو. وبعض الدول اللي هي كانت تحت الاحتلال زي مصر اوكلوا المهمه دي لناس ايه؟ كفار اصلا لا يعرفوا فجر صادق من كاذب ولا سنه ولا اي حاجه خالص. فراحوا عاملين ايه؟ النتيجه على الزاويه الكبيره قوي دي اللي هي 19 ونص، بعيده جدا، تمام؟ فبنقول ان ده منشا الغلط في الموضوع. وفي حته برضه بتيجي لي حته ايه؟ دايما بيطلع الناس كده حته الاحتياط للصوم. الواحد طب ما احنا نزود عشان نحتاط للصوم، ما انت بتحتاط للصوم وبتبطل الصلاه. يعني انت بتيجي تحتاط للصوم فبتبوظ ايه؟ الصلاه بتاعتك، تمام؟ وموضوع الاحتياط للصوم ده قديم مش من النهارده. يعني الحافظ ابن حجر في فتح الباري نص على ان من البدع المنكره في الديار المصريه ان هم بيعملوا ايه؟ يجوا في شهر رمضان ويخلوا الاذان بدري شويه احتياطا للصوم. ففي ناس بتصلي بدري فيبطلوا وقت، يبطلوا ايه؟ صلاتهم. وصلت ولا ايه؟ فحته الاحتياط للصوم دي كان هاجس دايما عند المسلمين من زمان في مساله وقت الايه؟ والمصريين بالذات، لا دايما مصر اكتر طبعا. فالهاجس ده يعني لدرجه ان الاثنين الخواجات اللي عملوا الزاويه راحوا مزودين درجه من عندهم ايه؟ احتياطا كده يعني، تمام؟ يعني حتى في تقويم ام القرى في السعوديه برضو نفس الكلام، دكتور فضل نور اللي هو حط التقويم بتاع ام القرى عملوا على اللي هو شافه، وهو بيقول اعترف بعد كده حوار عملوه معاه ان هو ما كانش يعرف صادق من كاذب، هو شاف الفجر فراح عمل. بيقول بعدها بكام سنه راح برضو شعر بالتانيب الضمير فراح مزود درجه احتياطي، تمام؟ فحته اللي هو الاحتياط للصوم دي يعني هي برضو موجوده من زمان، الناس يقعدوا يزودوا في الدرجات بتاع الفجر عشان نحتاط للصيام. طب والفجر اللي بيضاع علينا اللي هو الصلاه ده، ماشي؟ وزي ما قلنا ان اصلا الصيام الامساك فيه مش مبني على الاحتياط، هو مبني على ايه؟ على التبين. يعني معاك لغايه ما تتبين طلوع الفجر. فبنقول ان من اوائل الناس اللي طرقوا هذه المساله الباحث عبد الملك كليب، وقلنا ان هو نشر البحث بتاعه في مجله الازهر، وبعدها اتعملت عده ابحاث وكتير من المشايخ خرجوا في الصحراء وفي البحار ورصدوا الفجر. طبعا عشان ترصد الفجر كويس محتاج تبقى بعيد عن العمران 40 كيلو عشان مبقاش فيه لا دخان ولا غبار ولا اضاءات، لان وجود اضاءه هيضعف قدره العين على ايه؟ على رصد الفجر. فكتير مشايخ خرجوا في رحلات ورصدوا، يعني قلنا هنا في مصر كتير مشايخ مصر، مشايخ اسكندريه وشيخ الالباني رصد وشيخ تقي الدين هلالي، الناس دي كلها رصدت في اماكن بعيده تماما عن العمران، وتاكدوا ان لا الفجر بيطلع بعد الوقت اللي بيعمل بيه في الدول العربيه دي بمده، تمام؟ بعدها اتعمل بحث، وده يعتبر من اقوى الابحاث اللي اتعملت في مساله الفجر الصادق، اسمه مشروع دراسه الشفق. ده اتعمل في معهد بحوث الفلك في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه في المملكه العربيه السعوديه. المشروع ده اشترك فيه اساتذه في الشريعه مع اساتذه في الفلك، يعني دكاتره في الشريعه مع دكاتره في الفلك، وقعد سنه كامله يرصدوا الفجر الصادق
واستعملوا جهاز مطياف ضوئي فوتوميتر ويسجلوا. خلصوا الى ان برضو تقويم ام القرى غلط، وان الفجر ممكن يكون اصلا بيطلع عند زاويه بعد الزاويه دي اللي هي زاويه 15.6 تمام. ف يعني المساله زي ما قلنا، بعض الناس بيقول لك ايه، لا ده 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 المسلمين كلهم مجمعين على صحه الصلاه دي. مين المسلمين مجمعين؟ ده مفيش دوله في العالم بتعمل عند 19 ونص غير مصر اصلا، يعني انت عارف كل معظم الدول العربيه اصلا عند زاويه 18 تمام. والباحث عبد الملك كليب من ضمن البحث اللي عمله، هو ما اكتفاش بالرصد اللي هو شافه بس، هو عمل مراسلات، والمراسلات دي مصوره وطابعها في البحث مع زي ما قلنا المراصد الفلكيه العالميه زي مرصد جرينتش الملكي ومرصد واشنطن، مرصد البحريه الامريكيه، وبعتوا له باستحاله رؤيه الفجر قبل زاويه 18 تمام. وبعض التقاويم الاسلاميه شغاله بزوايا اقرب للواقعيه الصحيحه، منها تقويم رابطه العالم الاسلامي وتقويم اتحاد الجمعيات الاسلاميه بامريكا الشماليه وتقويم جامعه كراتشي في باكستان. كل دي تقويمات موجوده، ويمكن الناس اللي عندها برامج اندرويد فيها مواقيت الصلاه، انت تلقائي كده انت لو في مصر هتلاقي ايه ظابط مواعيد الصلاه على تقويم على تقويم الهيئه المساحه المصريه، ممكن تدخل تعدل التقويم. يعني هتلاقي مثلا لو دخلت وعملت يحسب على تقويم ام القرى هتلاقي الفجر في بلدك بقى متاخر سنه، مع ام القرى بتاخد ب 18 ونص. لو دخلت وعملت لا على تقويم جامعه كراتشي في باكستان هتلاقي متاخر زياده، عملت على مش عارف اتحاد الجامعات الاسلاميه بامريكا الشماليه هتلاقي متاخر. فهو يعني لا يعني هم بيصوروا لك ايه ان ده مساله مجمع عليها، ان احنا لا ده ده يعني اجماع المسلمين الصلاه بتاعتنا صحيحه. اجماع المسلمين ايه بس؟ ده غلط. لا برضو المساله فيها خلاف. الخلاف في المساله ده دي سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ، لان احنا ما عندناش نص من القران ولا من السنه ولا اجماع قطعي ولا قياس جلي. هي كل المساله هي مساله مش شرعيه، هي مساله فلكيه، لان احنا متفقين شرعا على ان العلامه هي الفجر الصادق المستطير المستعرض، لكن مختلفين واقعا وفلكيا بتبقى زاويه كام. فالخلاف في المساله سائغ، يعني المخالف في هذه المساله لا يبدع ولا يضلل، ناخدها بصدر رحب. بننصح للناس ان هم يعني يصححوا صلاتهم ويأخروها مده كافيه، وفي نفس الوقت بنعذر الانسان مثلا اللي هو متاول او جاهل او اللي هو شايف ان لا الصلاه كده صحيحه بنعذره، يعني مش عايزين نتشنج في المساله ولا ناخدها على صدرنا ولا عنيفين فيها، لا عادي جدا. يعني هو بنقول الصحيح انه بيكون وقت الفجر لسه ما دخلش، فعلى الاقل نحتاط للصلاه. سيب موضوع الصيام ده مش مشكله، امسك بدري مع الاذان مش هيضرك في حاجه، انما الصلاه ما ينفعش تصلي قبل ربع ساعه من الاذان في المكان اللي انت فيه. بنتكلم على مصر طبعا، لو تقويم مثلا ام القرى في السعوديه اللي هو زاويه 18 ونص بينها وبين زاويه 16 ونص تقريبا 8 دقائق، فلو اخر هناك 8 دقائق 9 دقائق يبقى كويس قوي، 10 دقائق يبقى خد بالايه بالاحتياط يعني تمام. طيب بيقول بقى المسألة السابعة، طبعا احنا قلنا كده بداية اليوم بيبقى امتى؟ وقت الفجر الصادق، هو ده بداية اليوم اللي بيبدأ مع الامساك. طيب نهاية اليوم هو غروب الشمس، غروب الشمس ولا اذان المغرب؟ ما هو اذان المغرب بيكون عند غروب الشمس، بس لو حصل اختلاف بينهم، يعني لو المؤذن اذن قبل غروب الشمس، العبرة بغروب الشمس ولا باذان المغرب؟ غروب الشمس. يبقى الاصل ان اذان المغرب بيكون عند غروب الشمس، فانت لما تسمع الاذان يجوز لك انك انت تفطر. لكن هنفرض ان المؤذن سبق، يعني فرضنا واحد مثلا ماشي في طريق قدامه بحر وخط الافق واضح، مفيش مباني مفيش حاجات ممكن تغطي الافق، وسامع المؤذن بودانه وشايف الشمس بعينيه، ليه انه يفطر ولا يلزمه الانتظار الى الغروب؟ يلزمه الانتظار، وما يقولش طب ما انا سامع الاذان اهو افطر بقى، ما ينفعش. يبقى العبره بغروب الشمس. لكن لما انت تبقى مثلا في مكان مثلا عمران او مباني او زراعه او في جبال ممكن تغطي الشمس وانت سمعت الاذان، الاصل انك انت ايه تصدق المؤذن، طالما اذن يبقى ايه يبقى عادي ان احنا ايه نفطر. وطبعا هيجي معانا في المستحبات ان يستحب التبكير بالايه بالفطر. طب ضابط التبكير بالفطر، يعني التبكير بالفطر ده ان هو يعني لو قال الله اكبر تروح انت على طول واكل، ولا ممكن مثلا في نص الاذان في اخر الاذان بعد الاذان؟ ممكن. ضابط التبكير ان هو انك انت تفطر قبل صلاه المغرب، في الحديث ان الانسان كان لا يصلي المغرب حتى يفطر، يبقى ضابط التبكير انك انت تفطر قبل صلاه المغرب. وده لو فطرت قبل الصلاه انت كده ايه بكرت. وطبعا اللي بنتكلم على التبكير بيه هو الايه الافطار مش العشاء. الافطار ده لو انت تفطر على رطب
تمر او ماء رطب، الافضل ما امكنش يبقى تمر، ما امكنش يبقى ماء، ده الافطار او اي شيء يسير يعني تكسر به الصيام. انما بقى اللي هو الوجبه اللي هي الدبه اللي بيدبوها دي بقى، دي اسمها ايه؟ العشاء. فالعشاء ده هيجي لسه في سنن الصيام. العشاء ده ممكن يؤخر الى ما بعد صلاه المغرب او حتى الى ما بعد صلاه العشاء والتراويح براحتك. ولو فرضنا ان وضع العشاء قبل صلاه المغرب عادي، ممكن تتعشى ثم تصلي المغرب، لكن الافضل حتى لا تضيع عليك صلاه الجماعه، الافضل انك انت لا تضع العشاء الا بعد الايه؟ بعد الصلاه عشان تحافظ على صلاه الجماعه. لكن لو وضع الطعام يجوز لك انك انت تبدا بالطعام قبل الايه؟ قبل الصلاه. لكن الافضل زي ما قلنا لو انت عارف انك كده كده لو هتضع الطعام هتضيع الصلاه، هتضع الطعام تضيع الصلاه وتقعد كده طول الشهر، لا، فالاولى انك انت ما تضعش الطعام العشاء الا بعد ايه؟ صلاه المغرب. يبقى تبدا الاول بالافطار ثم تصلي المغرب ثم تتعشى. طيب هو المساله السابعه احنا تقريبا معظمها خدناها اصلا او كلها خدناها قبل كده، نقراها. بيقول المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها. احنا خدنا مسائل النية كلها لما اتكلمنا على ركن الايه؟ النية. بيقول: يجب على الصائم ان ينوي الصيام وهي ركن من اركانه كما مضى، لقوله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وينويها من الليل في الصيام الواجب. يعني في الصيام الواجب لازم النية تكون من الليل، كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر. ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه. يعني في صوم واجب وانت ما كنتش كلت وجيت تبدأ تنوي في النهار، لا ما يجزئش، إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب. في صيام التطوع يجوز بنية من النهار. قلنا المسألة فيها خلاف، الأحناف والشافعية بيقولوا معاك لغاية الزوال، الحنابلة بيقولوا معاك لغاية المغرب، لغاية قبل المغرب، الملكية بيقولوا لا ما ينفعش في النهار أصلا، لازم من بالليل في النفل. والصحيح إن هو في أي وقت في النهار حتى لو قبل المغرب بدقيقة ينفع. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. يعني بيطلب فيه أكل؟ لا مفيش أكل. طيب خلاص هصوم. إني إذا إيه؟ صائم. فدل ذلك على جواز إحداث نية الصوم من النهار في النافلة. أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار ولا بد فيه من نية الليلة، وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم. وهنا في الكتاب واخد بمذهب المالكية أن نية بداية الشهر تجزع إيه؟ صيام الشهر كله طالما الصوم متتابع. قلنا ان الجمهور بيقولوا لا، لابد من نية لكل يوم قبله من الليل عند الجمهور وقبل الزوال عند الاحناف. تمام. والصحيح ان او يعني قول الجمهور على الاقل احوط، بس طبعا يعني قريبه جدا الخلاف فيها قوي، لكن على الاقل بنقول قول الجمهور احوط ان هو ايه؟ لابد من نية كل ليلة. طيب بكده يكون انتهى الباب الاول اللي هو مقدمات في الصيام، والباب الثاني في الاعذار المبيحه للفطر ومفطرات الصائم نبدا فيه غدا ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.